هذه النقطة. شوف هنا نتكلم عن قضيتين. لما اليوم أي مدون أي ناشط أي متظاهر يتمنى أن يسبح بأفكاره في فضاء واسع، رغبة أمنية من حقه أن يتمنى، الذي يصطدم بهذه الأمنية هي القانون. لكن اليوم أي مدون لما يشوف على سبيل المثال أيهما أخطر، الكلمة أم السلاح، لما نشوف الحكومة ليس لديها القدرة والقابلية بضبط إيقاع سلاح ويروح على أبو الكلمة، بكل تأكيد تصبح هذه التقييد للحريات غير مقنع. يعني احنا مثلا كنا تابعنا، أنا دائما أحكيها من باب أنه ما نريد نعبر هذه الجزئية، أطراف يعني تابعين إلى القائد العام للقوات المسلحة خرجوا واعتدوا على القائد العام للقوات المسلحة، داسوا صورة بالحذيان، والقائد العام قوات مسلحة مكتوف الأيدي يتفرج. كيف اليوم أقنع إبراهيم الصميدعي أنه هو خرج عن السياقات القانونية وتم إيداعة في التوقيف وهو يتفرج عن من استخدم السلاح حر طليق وهو استخدم الكلمة؟ أيهما أخطر، الكلمة أم السلاح؟ أنت لما هنا هذه الإزدواجية.